السلام عليكم اخواتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير نتمنى والله ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كما دائمين ان شاء الله بحول الله. اليوم غنشارك معكم ان شاء الله واحد الكيك بالشوكولات. ان شاء الله عندنا شوكولات 150 غرام ديال الشوكولات، عندنا 150 غرام ديال الزبده ذائبه، عندنا 4 البيضات، وعندنا 150 غرام سكر سنيده، عندي 100 غرام ديال الزبده، ديال الزبده ديال الدقيق، 100 غرام ديال الدقيق. وهاد الشكلاط هذا ديال الزيني ان شاء الله. بسم الله نبدا، بسم الله توكلنا على الله. بسم الله نصبقوا البيض ان شاء الله هو الاول. بسم الله نخلطو ونضربو مزيان. اللي بغي يخلطو بداك ديال الضو الخلطة ديال الضو، ماشي أنا درت عبيدي. نضربو مزيان نزيدو عليه السكر، 150 غرام ديال السكر، نضربو ثاني كندوب لينا السكر مزيان. ونزيدو هاد 150 غرام ديال الزبدة، نخلطو مزيان حتى هدا. كل ما ضربناها مزيان مزيان باش هي راه كنبقى نضربو بيدينا كنعياو. بسم الله نزيدو 150 غرام ديال الشكلاط، كف الطار شويه، الشكلاط كيطير. نديرو غير شويه كما كتشوفو، الشكلاط غابره. نمشيو معاه بشويه حتى يتخلط. نزيد بشويه بشويه باش ما يدير ليناش، باش ما يطيرش لينا. ما قلت طار. دابا غادي نزيدو شويه تاع الدقيق، هاد الدقيق هذا بسم الله تا هو عاب شويه بشويه، وعلى حسب الدقيق. ما الا كان داك الدقيق اللي كي دغيا كتولي العجينه قاصحه ما نكملوهاش كاع ديك 100 غرام. نمشيو معاه تا هو بشويه، نكمل هاد شويه بس.
صافي. وحنا دابا العجينه ديالنا هي تخلطات مزيان. ها كما كتشوفوا تخلطات صافي. دابا نديرو ان شاء الله في المول اللي ندخلوها للفران. دابا غادي نديرو داك الكيكه ديالنا في المول. بسم الله. كتجي سبحان الله مع داك الزبده وداك الشيء كتجي في شكل جمله. نقادوها هكا ف حيت ماشي مطلوقه باش كتجي في شكل مع داك الشكلاط وداك الزبده كتجي ما عرفتش كيفاش نوصفها. صافي ونديرها هكا وندخلها ان شاء الله في الفران ونشوف ان شاء الله الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا انا كنذوبوا بداك الشكلاط باش نديروا تزيين ان شاء الله على ديك الكيكه. ها هما كما كتشوفوا حمام مريم. نستناو ان شاء الله حتى يذوب. كل الناس عارفين حمام مريم شنو هو، الا اللي ما عارفينش اللي ما نعرف. الماء كنديروه لتحت وكنديروه فوق بحال هاد بحال الكاسروله ولا الكاسروله لتحت وكاسروله لفوق وسط الماء، وكنديروا فيها الشكلاط وكنردوا البال ما يطيرش لنا فيه الماء باش ما يخسر ليناش. ها هو بدا كيذوب. ها وصافي ان شاء الله يكمل بالتذياب ونصايبوه ان شاء الله. غتشوفونا نديروه فوق الكيكه ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا ملي مدوبنا داك الشكلاط، دابا ان شاء الله غنحطوه فوق الكيكه ديالنا. بسم الله. نحاولوا ندوروه عليها كامل كامله كامل كامله. بلا ما نقادوه بلا والو، ما الا كان ديروا لي بحال هكا باش ما صافي. وهذه هي ان شاء الله الكيكه ديالنا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها نسيت ما قلت لكمش هي مطريه بلا خميره كما شفتوا المقادير ما معاهمش الخميره. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. وشكرا لكم والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.